بيان عاجل من الجيش المصري والمتحدث باسم القوات المسلحة، ننشر لحضركم التفاصيل وعاجل تفاصيل ظهور مستشار الرئيس السيسي للأمن القومي لأول مرة منذ سنوات. والسلطات المصرية تنشر مفاجأة شبه جنائية قد تكون وراء وفاة مواطن مصري في إيطاليا. وبيان عاجل من الحكومة المصرية لكل المواطنين عن إهدار أموال الأوقاف. وعاجل ننشر لكم أول رد فعل من وزارة الأوقاف المصرية على مسجد بني على الطراز الفرعوني. وبيان خطير من وزير الري المصري، نحو 15% من أراضي الدلتا تواجه مخاطر شديدة، ننشر لكم التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 أو 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر مهم معانا، وبيان عاجل من الجيش المصري. وشهد وزير الدفاع المصري محمد زكي تنفيذ المرحلة الختامية لفعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021 التي جرت بقاعدة محمد نجيب العسكرية. وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة لقوات المشاركة، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوي ضد العدائيات المختلفة، كما قامت طائرات الهليكوبتر المسلحة المضادة للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ أعمال قصف المدفعي على مصادر النيران للعناصر المعادية، كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة لقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة. وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيتات المحددة، كما أظهرت المرحلة النهائية تحقيق الهدف المنشود من التدريب. المصدر معانا كان من RT. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ربنا يحفظ يا رب مصر وجيش مصر العظيم. ننتقل مع بعض الخبر اخر معانا وعاجل تفاصيل ظهور مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للامن القومي لاول مرة منذ سنوات. ظهرت فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشؤون الامن القومي للمرة الاولى بشكل رسمي منذ سنوات في افتتاح المعرض الصناعي الأول بمحافظة بورسعيد. وتولت أبو النجا وزارة التعاون الدولي في نوفمبر 2001 لتصبح أول سيدة يتم تعيينها في مثل هذا المنصب بمصر. واختارها عصام شرف أول رئيس وزراء لمصر بعد الثورة لحقيبة التخطيط والتعاون الدولي. وبعد وزارة عصام شرف تم اختيار فايزة أبو النجا لنفس الحقيبة في الوزارة التي كان بعدها كمال الجنزوري. شغلت قبل انضمامها إلى مجلس الوزراء في الفترة من 1999 وحتى نهاية 2001 منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف. في عام 87 انضمت أبو النجا إلى فريق الدفاع المصري برئاسة السفير نبيل العربي في لجنة هيئة تحكيم طابة في جنيف، والتي أصدرت حكمها لصالح مصر. خلال الفترة من 97 وحتى 99 شغلت فايزة أبو النجا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الإفريقية الثنائية، ولعبت دورا بارزا في تحسين علاقات التعاون بين مصر والدول الإفريقية. عينت أبو النجا عام 2002 رئيسا للجنة القومية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمصر، وأيضا عضوا في المجموعة الاقتصادية الوزارية والعديد من اللجان الوزارية المعنية بوضع سياسات التخطيط الاقتصادي وإدارة الدين الخارجي والاستثمار والتوظيف.
مصدر معانا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. إذن هذا الخبر كان عن المستشارة فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشؤون الأمن القومي. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، والسلطات المصرية تنشر مفاجأة، شبهة جنائية قد تكون وراء وفاة مواطن مصري في إيطاليا. أعلنت السلطات المصرية أن التحقيقات الحالية حول وفاة مواطن مصري في إيطاليا تشير إلى أنه قد تكون هناك شبهة جنائية في حادثة وفاته. تلقى وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان تقريرا عبر الملحق العمالي بميلانو محمود حمزاوي، أشار فيه إلى أن المواطن المصري توفى بعد عودته من إجازته التي قضاها في مصر، وتوجد شبهة جنائية في الوفاة، حيث وجدته السلطات الإيطالية متوفيا أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كيلومتر من مدينة لودي، ونقلته إلى مستشفى مدينة بافيا الإيطالية. وتابع حمزاوي أنه سوف يحضر إلى القنصلية المصرية بميلانو لتسليم الأوراق الخاصة بالشخص الذي توفى، ومنها تقرير المستشفى وشهادة الوفاة الإيطالية فور الحصول عليها من السلطات الإيطالية، وسوف توضح أسباب الوفاة وبيان ما إذا كانت طبيعية أم جنائية تمهيدا لإرسال التقرير النهائي. وأصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو بمتابعة عودة جثمان المواطن المصري إلى مصر، فضلا عن مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية. مصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، والسلطات المصرية تقول أن هناك شبهة جنائية قد تكون وراء وفاة مواطن مصري في إيطاليا. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من الحكومة المصرية لكل المواطنين عن إهدار أموال الأوقاف. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تم نشره من أنباء بشأن إهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات بلا جدوى بموجب قانون صندوق الوقف الخيري. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف والتي نفت تلك الأنباء، أكدت أنه لا صحة لإهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون صندوق الوقف الخيري، وشددت على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وأوضح أن الأموال تخضع لرقابة كافة الأجهزة الرقابية والحسابية بالدولة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها. أشار إلى أن الصندوق بيهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائد الوقف وتنميتها لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وتطوير العشوائيات بما يساهم في خدمة المجتمع وفقا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الأوقاف. مصدر معانا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن الحكومة المصرية بتنفي إهدار أموال الأوقاف، وذلك عن طريق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. كنا عرفنا من يومين بالضبط إن كان في مسجد على الطراز الفرعوني، وعاوزين نعرف دلوقتي أول رد فعل من وزارة الأوقاف المصرية على مسجد بني على الطراز الفرعوني. قال وكيل وزارة الأوقاف في مصر بمحافظة الفيوم حسني أبو حبيب إن المسجد الذي تم بناؤه على الطراز الفرعوني وأثار جدلا واسعا ليس أثريا، وهو مسجد تابع لوزارة الأوقاف. وأوضح أنه تم انتداب لجنة وقام بمعاينة المسجد، وخلال يومي السبت والأحد سيتم طمس كافة الرسومات لتتناسب مع المسجد. من جانبه علق الدكتور محمود مهنة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف على واقعة هجوم قرية على مهندس قام بتصميم مسجد
على الطريقة الفرعونية. وقال عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف إن النبي الكريم قال في حديثه الشريف: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. نوه إن المساجد في الإسلام معروف طريقة بنائها. وأضاف عضو هيئة كبار العلماء إن المساجد تبنى على الطراز الموجود، ولا يجوز تشبيهها بغيرها من المعابد الخاصة بالآخرين، ولكن يبنى المسجد بالصورة المتعارف عليها في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وأكد أنه لا يجوز تشبيه بيوت الله بالمعابد الفرعونية والصوامع، منوها أن لكل من الكنائس والمعابد والصوامع والمساجد صفة خاصة بكل منها. وذكر أن الصفة المتعارف عليها في الإسلام منذ إنشاء الحرمين والمسجد الأقصى لا يجوز تغييرها ولا التشبه بغيرها. مصدر معانا كامل اليوم السابع وصدى البلد، عاوز أعرف رأي حضراتكم في هذا الأمر، يعني هل أنتم مع ان المسجد بني على الطراز الفرعوني ولا ما ينفعش انه يبنى على الطراز الفرعوني وفعلا يعني لازم يبني زي المسجد الحرام والمسجد الاقصى؟ عاوز اعرف رأي حضراتكم على هذا الخبر المهم. ننتقل مع بعض الخبر اخير معنا، وبيان خطير من وزير الري المصري: نحو 15 من اراضي الدلتا تواجه مخاطر. و صرح وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي بأن مصر من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، وأن ما بين 12 و15% من أراضي الدلتا تواجه مخاطر. وقال الوزير خلال لقائه مع آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، إن مصر تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية. وأشار إلى أن ذلك نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول وما ينتج عن ذلك من تأثيرات على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها بنسبة 12-15% من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. لو حضرتك جيت لنهاية الأخبار أتمنى تكون استفدت، ولو ما استفدتش يعني برضو اعمل شير الفيديو يمكن حد يستفيده. وطبعا لو استفدت ما تنساش دعمنا باللايك والشير عشان غيرك يستفيد. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام، أتمنى أكون خفيف عليكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.